الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار اللهم آمين يا رب العالمين كما نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وبارك له في سعيه ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره اللهم آمين يا رب العالمين وبعد إخوة الأحبة ففي لقاء سابق في مسجد رياض الصالحين بدأت الحديث عن أثر الذنوب والمعاصي في الأمم والبلاد والعباد وبينت في اللقاء السابق بأن المصائب التي تتنزل على الخلق إنما تتنزل بسبب ذنوبهم ومع كرم ربنا جل وعلا فهو يعفو عن كثير
ولا يؤاخذ ربنا تبارك وتعالى الخلق بكل ذنوبهم. فقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولو أن الله تبارك وتعالى عامل الخلق بالعدل وآخذهم بذنوبهم ما استحقت دابة على أرض الله أن تحيا، ولكنه يعاملهم بجوده وكرمه وفضله. قال تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ويقول في الآية الأخرى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. إذن يؤاخذ ربنا تبارك وتعالى الخلق ببعض ذنوبهم، وما من فساد في البر أو في البحر أو في أي مكان إلا بسبب كسب أيدي العباد لمعصية الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض ما عملوا لعلهم يرجعون لكن لو آخذهم بكل ما عملوا ما استحقوا أن يشربوا من مائه ولا أن يتنفسوا هواءه جل وعلا، فهو الذي أسبغ نعمه على الخلق ظاهرة وباطنة، وهو الذي قال في كتابه: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فكان ينبغي أن تكونوا كما يريد، لا أن تكونوا كما تريدون أنتم، فهو يريدكم عبادا له، يريدكم طائعين له، يريد أن يراكم حيث يريد أن يراكم، فلا ينبغي أن تكون في مكان لا يحب الله أن يراك فيه. وتكلمت في اللقاء السابق أيضا بأن المعصية هي التي أخرجت أبانا وأمنا من نعيم الجنة ولذتها إلى ضنك الحياة الدنيا وشقائها، والمعصية أيضا هي التي أخرجت إبليس من عز الطاعة. خوطب إبليس مع الملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فكان من جنس الملائكة في طاعته وإقدامه على ربه، فلما عصى واستكبر وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار
وخلقته من طين أخرجه ربه جل وعلا وجعله رجيما وجعله لعينا وحلت عليه لعنة الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين. بسبب ماذا؟ بسبب معصيته لرب العالمين جل وعلا. والمعصية هي التي أغرقت قوم نوح، وما نجا معه في السفينة إلا من آمنوا به وأطاعوا ربهم جل وعلا. والمعصية هي التي أهلكت قوم هود بالريح، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والمعصية هي التي أهلكت قوم ثمود بالصيحة، وهي التي أهلكت قوم شعيب بالصيحة وبعذاب يوم الظلة. والمعصية هي التي جعلت الأرض تنشق وتخسف بقارون المتكبر الذي ظن أن عبقريته الاقتصادية هي التي جمعت له المال، وقال إنما أوتيته على علم عندي، ما قال جاءني المال من فضل الله وببركته وما أنا إلا سبب يسير في كسب المال. لا، قال أنا أعلم كيف أشتري وكيف أبيع وكيف أكسب وكيف وكيف. فلما تكبر ولما نسب الفضل لنفسه جعل الله تبارك وتعالى الأرض التي كان يتكبر عليها تبتلعه، فخسفنا به وبداره الأرض. والمعصية هي التي جعلت هذا الطاغية، جعلت شر أهل الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فجعل الله الماء يجري من فوقه وأغرقه، ولم يقبل إسلامه عند الغرق. قال تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أنكر عليه هذا الإسلام مع أنه أرحم الراحمين، مع أنه أكرم الأكرمين، مع أن رحمته وسعت كل شيء، أنكر عليه إسلامه عند الموت. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن بعدما قتلت ونهبت وسرقت وأفسدت البلاد والعباد تنام على كرسي حتى يترأف بك الناس وحتى يشفق عليك الناس ويقولون أسفين يا رئيس؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. رب العالمين أرحم الراحمين، لم يقبل من فرعون بعدما قتل النساء وأحيا الذكران، وبعدما فعل ما فعل وأهلك الحرث والنسل وكفر برب العالمين، لم يقبل إسلامه، لم يقبل إسلامه وأنكره عليه. ما بال قلوب هؤلاء الذين مرضت قلوبهم
يتأسفون على القوم الفاسقين. والله الذي لا إله إلا هو، لقد بيّن ربنا في كتابه أنه لا يحب الفساد، قال جل وعلا: والله لا يحب الفساد. وقال جل وعلا: إن الله لا يحب المفسدين. فمن أحب من لا يحبه الله فلا شك أن قلبه فيه مرض. فإذا أحببت أنت المفسدين، وإذا أحببت أهل الفساد، وإذا أحببت الفساد، فراجع إيمانك يا هذا، وعد إلى قلبك كي تطببه من دائه وكي تشفيه من دائه، فقلبك فيه مرض. إذا أحببت ما يبغضه الله، وإذا كرهت ما يحبه الله، فاعلم أن قلبك مريض. إذا أحببت الفاسقين المفسدين اللصوص الذين دمروا البلاد والعباد، فاعلم أن قلبك مريض. وأمرنا ربنا تبارك وتعالى ألا نتأسى عليهم، قال جل وعلا في كتابه: فلا تأس على القوم الفاسقين. يعني لا ينبغي أن يكون في قلبك أسى عليهم. وقال في آية أخرى: فكيف آسى على قوم كافرين، على لسان شعيب. إذن راجع قلبك واجعل لك محبوبا، فإن أحببت الله ورسوله والذين آمنوا والصالحين من عباده، فاعلم أن قلبك سليم. وإذا أحببت المفسدين والفاسدين والظالمين والجبابرة، وإذا أحببت كل من يبغضهم رب العالمين، فاعلم أن قلبك مريض. إنما وليكم الله، بأسلوب القصر، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا هؤلاء الذين نحبهم. ثم بعد ذلك بينت كيف كانت بنو إسرائيل أمة قاهرة ظاهرة في الأرض، اصطفاها ربنا تبارك وتعالى على عالمي زمانهم. فلما عملت بمعصية الله تبارك وتعالى سلط عليهم ربنا تبارك وتعالى عبادا له أولي بأس شديد، تارة قتلوا منهم، وتارة عذبوهم بالسبي وبخراب الديار وبالتشريد من الأوطان. وفي النهاية تأذن ربك وأقسم: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. إذا لا تأخذ شق الرحمة فقط من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وتترك شق الجبروت والجلال والقوة والبطش. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في صدر سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. تهديد، إليه المصير، يعني اعمل ما بدا لك، افعل ما بدا لك سترجع إليه مرة أخرى. هذه مزرعتك، على حسب ما تزرع فيها ستجني هناك. والحصاد ليس هنا، الحصاد هناك، إنما هنا الزرع. زرعت حلوا ستجني حلوا، زرعت مرا ستجني علقما وصبرا ومرا.
إذن هنا الزرع غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويعبد ربنا تبارك وتعالى بالخوف والرجاء. فينبغي أن تخاف، أن تخشى عذابه، أن تخشى عقابه، وينبغي أن ترجو رحمته وأن ترجو رضاه. فإذا لا ينبغي أبدا أن تعبد الله تبارك وتعالى على شق واحد فقط من صفاته. ثم بعد ذلك لما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين قبرص وجبير، عبد الرحمن بن جبير رأى أبا الدرداء رضي الله عنه أخذ زاوية وأخذ يبكي، فقال له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ مفروض تفرح، لا ينبغي أن تبكي. فقال: ويحك يا عبد الرحمن، ويحك يا ابن جبير، إنها كانت أمة، إنها كانت أمة ظاهرة قاهرة، فلما عصت أمر ربها أذاقها الله ما قد رأيت وسلطنا الله عليهم. ما أهون الخلق عند الله، ما أهون الخلق على الله، إذا عملوا بمعصيته لم يرأف بأحد من خلقه إلا إذا أنابوا وتابوا ورجعوا إليه مرة أخرى. فسنن الله باقية، إن عملنا بطاعة الله عز وجل رفعنا الله عز وجل وأكرمنا وأخرجنا من كل ضيق، وإذا عمل العباد بمعصية الله أنزل عليهم ربنا تبارك وتعالى الويلات، وحسبك أن يجعل بأسهم بينهم شديد. حزب يناحر حزبا، وفئة تناحر فئة، إلى آخره. ثم بعد ذلك ينبغي أن نعلم جميعا بأن من أضرار المعصية أنها لا تخص العصاة، وإنما شؤمها يعود حتى على الصالحين. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالفتنة حينما تنزل ما تخص العصاة فقط، إنما تأخذ الصالحين معهم. كيف؟ يبينه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. استيقظ ذات يوم، ذات ليلة، وقد احمر وجهه، استيقظ فزعا. وتروي لنا الحديث أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال بعدما استيقظ: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه، وحلق بين السبابة والإبهام. فقالت أمنا زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثرت الذنوب، ولم ينكر الصالحون على المذنبين. إذا رضي الصالحون بمعصية العصاة ضرب الله قلوبهم بقلوب بعض،
وأخذهم العذاب جميعا. ألم يخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى أرسل جبريل ليهلك قرية؟ فقال جبريل: يا رب، إن فيها عبدك فلان صالح. قال: به ابدأ، ابدأ لنا بالصالح ده في الهلاك، به ابدأ. إنه ما كان يتمعر وجهه غضبا لله، كان يرى العصيان، كان يرى الفساد، كان يرى الظلم والبغي، كان يرى القتل والسجن، ولم يتمعر وجهه لله، لم يغضب لله، لم يغضب لعباد الله الصالحين، به ابدأ. ولما تلا حبيبنا صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال: ماذا؟ قال: كان الرجل من بني إسرائيل يلقى أخاه يفعل المنكر فينهاه، إلى هنا جيد، فينهاه عن منكره، ثم لا يمنعه ذلك في الغداة من أن يكون جليسه وأكيله وشريبه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض فأخذتهم اللعنة جميعا. يبقى أنت عارف أنه فاسق وأنه مفسد وأنه من فلول المفسدين ومن فلول الظالمين، ولا زلت على علاقة جيدة به وتجالسه وتآكله وتشربه وتقول لي: فلان باشا. أي باشا وأي بيه؟ راجع قلبك، فتش في قلبك عن غضبك لله. هؤلاء الذين أفسدوا البلاد والعباد لا ينبغي أبدا أن نرأف بهم، وإنما يحاكمون بالعدل وبالقسطاس، فبالعدل قامت السماوات والأرض. إذن إخوتي الأحبة، الذنوب المعاصي شؤمها حتى على الدواب، حتى على الزوجة. يقول أحد الصالحين: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق زوجتي ودابتي. يعص ربنا في المكتب، بص بصة مش هي لزميلتي في العمل، اتكلم كلمة خبيثة عاوز يجرجرها إلى السوق، يطلع يجي يدور العربية ما تدورش. ها ده العربية موديل 2012، ده بي ام، ازاي ما تدورش؟ ها راجع نفسك، عصيت الله تبارك وتعالى فظهر أثر معصيتك في الدابة. والزوجة سيبها في أمان الله الصبح ومودعها ومقبلها ومقبلها وتمام، يعصي، يطلع يعصي بعصيان، يرجع لها لو يبوزها: ايه بنت الحلال خير؟ ما احنا طالعين كويس ومودعين بعض. راجع نفسك، راجع نفسك، عصيت الله تبارك وتعالى فأراك أثر معصيتك في زوجتك. أيضا من الآثار القبيحة للذنوب والمعاصي أن يحرم الله تبارك وتعالى العبد من العلم، والعلم ده والعلم هذا نور يقذفه الله في القلب، والعلم فضله عند الله عظيم وفضل أهله عند الله عظيم. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. بدأ بنفسه في الشهادة لنفسه بالتوحيد، ثم
بالملائكة ثم ثلث بأولي العلم. العلم، من حرم العلم فقد حرم الخير كله، ومن أوتي العلم والحكمة فقد أوتي الخير كله. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بل إن العلامة ابن كثير يقول في كتابه في التفسير: انظر إلى ربك لم يسوي بين الكلب المعلم والكلب غير المعلم. تعرف لو في كلب عندك مش معلمه الصيد وراح قرص أرنب ومات الأرنب تحت أنيابه، هو ميت لا يؤكل، بينما كلب الصيد المعلم لما ترسله لأن يصطاد لك أرنبا فأمسك بالأرنب ومات تحت أنيابه كله حتى لو لم تلحقه وتزكيه. لم يسوي ربنا تبارك وتعالى بين صيد الكلب المعلم والكلب الجاهل. قال تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. كلب معلم. وحينما جلس الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى الإمام مالك فنظر إلى وفورة ذاكرة وتوقد ذكائه وفطنته فقال له: يا شافعي، أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فإياك إياك أن تطفئه بالمعصية. وشكى مر الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى شيخ وكيع من سوء الحفظ، وكان الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى شديد الحفظ، فمر لقى العملية بتتأخر معاه في الحفظ فشكى إلى وكيع، فأرشده وكيع أن يراجع نفسه، ربما قد ألم بذنب أو ربما قد قصر في طاعة. فقال في ذلك الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. أفضل ما تطلب به العلم ترك المعاصي. عايز تحفظ القرآن؟ أكبر معين على حفظ كتاب الله وعلى حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليك بترك المعاصي وترك الذنوب. من شؤم المعاصي حرمان الرزق، كما أن الله تبارك وتعالى يغدق الرزق بسبب طاعته فإنه يحرم منه الناس بسبب معصيته. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألبسها تفصيل، فصل عليها ثيابا من الجوع والخوف، وهاتان نعمتان يغفل عنهما كثير من الناس. امتن ربنا تبارك وتعالى على قريش بهما وقال في كتابه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بل إن في معرض الابتلاء ذكر ربنا الخوف قبل الجوع وقبل الموت وقبل الابتلاءات الأخرى. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا الخوف نعمة الأمن من أعظم النعم التي ينعم ربنا تبارك وتعالى بها على عبد.
من بات آمناً في سربه يملك قوت يومه معافاً في بدنه كأنما حيزت له الدنيا. فلماذا الخوف على المال؟ عنده أكثر من 20 مليون ويريد مزيداً، وهؤلاء الطغاة مليارات وعايز مزيد مزيد مزيد. وحسبنا المليار، ونكررها مرة أخرى، حسبنا المليار لو أردت أن تنفق منه كل يوم 10,000، هتصرف 10,000 جنيه كل يوم، وهتخلي المليار مش هتستثمره، تعرف يكفيك قد ايه؟ 273 سنة. ماذا يريدون؟ مليار واحد بس، واحسبها، لأن مليار واحد وقدامه 9 أصفار. ماذا يريدون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يملك قوت يومه. ما دمت معافا في بدنك، صحة الحمد لله طيبة، لا تعاني من كذا وكذا وكذا وكذا، وفي محظورات من عند الأطباء، ما تاكلش كذا، ما تعملش كذا، ما تعملش كذا، معافا في بدنك، تملك قوت يومك، آمنا في سربك، لا يفزعك بشر، لا يهجم عليك طاغية متكبر مجرم، فيقلق أولادك من عز نومهم الساعة 2 الساعة 3، ولا يراعي حرمة لبيت، ولا حرمة لأطفال، ولا حرمة لنساء. اللهم لا تخم لهم قائمة أبدا، اللهم لا تخم لهم قائمة أبدا. ما حدث لهم والله الذي لا إله إلا هو ليس بظلم من الله، والله ما أذلهم الله هذا الذل إلا بما كسبت أيديهم، بما كسبت أيديهم، ويعفو عن كثير. ولو أخذهم ربنا بكل ما فعلوا والله ما استحقوا أن يأكلوا من طعام. إذن الخوف بلاء شديد. إذن فلماذا نهمل قضية أن نتعاون على أمن بلادنا، وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا؟ حدث من الجهاز ما حدث، لكن لا ننسى أن هناك شرفاء، ولا ننسى أن هناك من يخافون على هذا البلد، فينبغي أن نمد لهم يد العون، ولا بد أن نوقفهم لأننا نحتاج إليهم. نعمة الأمن لا يستغني عنها إنسان، مع الأمن تكون التنمية، مع الأمن يكون الإنتاج، مع الأمن يكون الاستقرار النفسي والعدالة الاجتماعية تحقق. لكن انت النهاردة ماشي لي زي عامل لي زي فرقع لوز، يسقط 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 يسقط، ما فيش انتاج، ما فيش عمل، ما فيش. ماذا تريدون؟ ماذا تريدون من هذا البلد؟ كل شيء معد خطوة خطوة، وان شاء الله تبارك وتعالى تعود مصر أكثر مما كانت وأفضل مما كانت، لأنه خذها مني لن يأتي على هذا البلد زمن شر من الزمن المضى الذي مضى، ولن يحكمها رجال أقبح من الذين مضوا، بل نترقب في المستقبل أن يحكمها الصالحون. فالقضية قضية أن تعلم أنك يصيبك الخير من طاعة الله. يبقى الببغاوات اللي قاعدين يقولوا هنعمل ايه في السياحة، طب هنعمل ايه في الفن، طب هنعمل ايه يا اخي اسمع كلام الله سبحانه وتعالى، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. هتعرف تجيلك البركات من اين لا تدري. اهم حاجة احفظ قدرك واعلم انك عبد، وأن لك سيدا لا يغفل عنك أبدا ولن يتركك أبدا. فقط كن في كنفه، كن في كنف شرعه، كن عند أمره، كن مجتنبا لنواهيه، وستجد الخير. قال تعالى في حق الذين أوتوا الكتاب من قبلنا، قال ماذا؟ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم
ومن تحت أرجلهم. إذن إذا كانت الطاعات تأتي بالخيرات فإذن فالمعصية تأتي بالويلات. قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. إلى بهذه الأسباب منع منهم الخير. وقال جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين بالجدب ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. يمكن يفتكروا أن لهم ربا ليرجعوا إليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، من شؤم المعاصي أن يظهر على العبد سواد في الوجه ويستشعر بظلمة في القلب ويستشعر بوهن في بدنه وبضيق في رزقه. وهذا الكلام لحبر هذه الأمة لابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق. لأن طبيعي العبد الطائع ربنا سبحانه وتعالى يباهي به ملائكته ويقول: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فإذا ما أحبه جبريل نادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وإن للسيئة ظلمة في الوجه، سوادا في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق ووهنا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. راجع نفسك كده، طول ما انت بتعمل بطاعة الله ستجد هذه الخمسة، إذا انقلبت إلى المعصية ستجد الخمسة الأخرى. هتجد بدنك ضعف، رزقك ضاق، الخلق بدأوا يتغيرون ناحيتك، كما قالت أمنا عائشة: إن العبد ليعمل بالطاعة، فإذا ما عمل بالمعصية انقلب حامده ذما له، يصبح اللي كان بيحمدك اللي كان بيمدحك ينقلب إلى عدو لدود لك. بسبب ماذا؟ لأن الذي يملك القلوب هو الله، فالذي يؤلف عليك قلوب خلقه هو الله، والذي يجعل قلوب الخلق تتضافر على معاداتك هو الله. فهذه لا يملكها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يملكها. تأليف بين قلب إنسان وإنسان
لا يملكها لا يملك ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وألف، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هذه يملكها الله عز وجل. أيضا من الذي ينبغي أن نفترق عليه هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا في هذا الجمع مرات ومرات، وأن يجمعنا في الآخرة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نعلم أننا نركب في سفينة واحدة. فإذا وصلت إلى بر الأمان نجونا جميعا، وإذا كانت هناك طائفة تريد أن تغرقها لو تركناهم لغرقنا جميعا. وضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رائعا، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، قائم اللي واقف حذر بألا يعصى الله، ويقف للعصاة، ويقف للمخربين الذين يريدون أن يحرقوا البلد، يريدون أن يحرقوا منشآتنا. ما نملكه؟ إن حرقت كذا وكذا وكذا ألست أنت الذي ستسدد الفاتورة؟ هذا دليل على أنهم أهل خراب وأهل تخريب، ليسوا أهل عمران، هؤلاء أهل فساد. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا، عملوا قرعة، فأصابت طائفة أعلاها وطائفة أسفلها، ناس طلعوا فوق وناس تحت. الجماعة اللي تحت دول ناس طيبين عاوزين يشربوا مية، يضطروا انهم يطلعوا فوق ويجيبوا المية. فقال واحد منهم بحسن نية، وهو طيب أصلا مش خبيث، قال: لو أننا خرقنا خرقا في نصيبنا، مش الحتة دي بتاعتنا، القرعة طلعت لنا الجزء التحتاني ده، يبقى لو خرقنا خرقا هيدخل لنا المية ولن نؤذي إخواننا. يبقى النية هنا إيه؟ ألا يؤذي، دنيته حسنة ولكن فعله شنيع. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا، خلي بالك دي حريتهم وهذا ما يمتلكونه، ولكن ليست كل حرية ينبغي أن نتركها للناس. الحرية التي ستدمر المجموع لابد أن نقف لها بالمرصاد، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو تركوهم وما أرادوا، هم قالوا نخرق في نصيبنا أم في نصيب غيرنا؟ في نصيبنا، لهلكوا جميعا. طب لو أخذوا على أيديهم لنجوا ولنجوا جميعا. يبقى احنا لما بنأخذ على أيدي المفسدين نعينهم أولا على نجاتهم هم، ثم نعين المجتمع بعد ذلك على نجاته بأكمله. لأننا لو تركنا الذين في أسفل السفينة لما أرادوا، مش هم لوحدهم الأغرق، ده السفينة كلها تغرق. يبقى اللي فوق الناس الكويسين، والناس اللي تحت حتى الكويسين اللي لهم نيات طيبة، كلنا هنغرق. يبقى لابد أن نقف بالمرصاد لكل من يريد أن يمد يد الخراب لهذا البلد. وينبغي أن نفعل كل دعوة تنهض ببلدنا من إنفاق، من تبرع لإنقاذ اقتصادنا. نحن عندنا الخير الكثير. إخوتي الأحبة، منذ أكثر من 6 أشهر كتبت على صفحتي على الفيسبوك، قلت: لو أن كل مصري تبرع بجنيه واحد كل شهر، هيبقى عندنا شهريا قريب من 90 مليون. ثم أوسعت المسألة وقلت: ألا يوجد في مصر وفي أهل مصر الخيرين؟ ألا يوجد مليون تاجر تقيل سواء في مصر أو في خارج مصر، في بلاد أوروبا وأمريكا والخليج إلى آخره؟
من طلعش من المصريين مليون تاجر؟ قلت لو أن كل تاجر أخرج مليونا، تاجر تقيل، بقول مش محلته مليون هيطلعه كله، لا تاجر تقيل، هنحصل على تريليون. لا نحتاج لغرب ولا لشرق، ولا نحتاج لأي أحد أن يمد لنا يد المذلة والمهانة وتكون أيدينا هي العليا. تريليون يعني واحد قدامه 12 صفر. خرجنا من كل المحن والفتن التي نحن فيها، وكل التخريب الذي حدث في الثورة وفيما بعدها ينجز، ولا نستشعر بأي قصور ولا أي تعطل ولا أي شيء من هذا القبيل. إذن لا بد أن نعلم بأننا في مركب واحد، في سفينة واحدة، إذا تعاوننا جميعا في تعويمها إلى أن تصل إلى بر الأمان نجونا جميعا، ونجى أطفالنا من بعدنا، وكان الخير لهذا البلد لعشرات السنين بل لمئات السنين. إننا في مرحلة صعبة، ولابد أن نعلم بأن شرع الله لا ينبغي أبدا أن يستهزئ به إنسان، ولا أن يتحكم عليه إنسان، وبأن الحق أحق أن يتبع، وأن خيرنا في قربنا من ربنا، وأن الشر إنما يأتينا بسبب بعدنا عن الله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، وارفع عنا البلاء إنا موحدون. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لما أراد وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالذين أفسدوا البلاد والعباد، اللهم عليك بهم وذيولهم وفلولهم أجمعين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. اللهم عليك بطاغية سوريا وأوليائه ومن يعاونوه أجمعين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اقتلهم قتل عاد وإرم. اللهم انزع ملكه، اللهم انزع ملكه، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم اجعله إبرة للناس، اللهم اجعله إبرة للناس. اللهم عجل بالنصر لعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم إنا ندرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم رد كيد المعتدين في نحورهم، واحفظ دماء المسلمين في كل مكان، واجعلنا دائما يا رب العالمين على طاعتك، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان والأعمال الصالحة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.